نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المصلين إذا انتهوا من التشهد الأخير وقبل سلام الإمام فإنه يسكت، يقول فما حكم هذا؟ يكره له السكوت، لا ما يسكت، وإنما يسبح الله، يكبر، يدعو ما يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يدعو إلى أن يسلم الإمام، فرصة له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.